يسأل ويقول: ما هو رأيكم في وضع الحنة للرجال في أكفهم وأرجلهم عند الزواج، إذ أن هذه العادة متبعة عندنا، أفيدونا هل هي حرام أم حلال للرجال جزاكم الله خيرا؟ وضع الخضاب إذا كان هذا سائدا ومعروفا في المجتمع للرجال إنه لا حرج فيه، أما إذا كان في بعض المجتمعات أن الخضاب بالحنة خاص بالنساء فلا يجوز للرجال أن يستعملوه وأن يضعوه، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن لو احتاج الإنسان إلى الحنة لعلاج مرض فلا بأس بذلك، وكذلك أن يخضب به الشيب في لحيته أيضا هذا سنة. فإذا كان استعماله للحنة من هذا النوع في شيبه فهذا سنة، أو للعلاج فهذا مباح. نعم.